that bitch down. خدمنا الصدر، حاولنا نخدموا الخدمه ديال البريبريسيون باش كنحاولوا ما كان ماسيو العضله ديال الصدر مزيان. المهم الخدمه اللي خدمنا الاول هي اننا ضربنا ثلاثه ديال السريات معوطين، يعني ثقل عادي كنضرب خدمه عاديه كما كتلاحظوا الفيديو. ومن بعد حاولنا نخدموا الخدمه ديال ارنولد، يعني كتشوف باك كضرب الماكسيموم الثقل ديالك وموراها كتبقى تنقص الثقل حتى كتوصل للمينيموم ديالك ومع كل شيء في نفس الوقت، يعني كما تشوفوا طلعتوا في فيديو ديال اسماعيل وديالي. يعني حاولنا ما امكن نضربوا في الاول 15 12 10 8، وفي الاخريه على حسب الماكسيموم، يعني في الاخريه يمكن تضرب الماكسيموم ديالك شحال ما ضربتي في الثقل يعني انت حتى تعيا والسلام. تابعوا معنا الفيديو غتشوفوا شنو كيفاش الطريقه ديال الخدمه. هنايا بالثقل جاني كلاكاج. We'll be right back.
غادي الخدمه الثانيه كما كتشوفوا راه ضربنا الصدر ديال العقبه، عاود خدمنا نفس الخدمه ديال الطاق، خدمنا ثلاثه سيريات كاملين معوضين، ولكن في السيري الاخراني خدمنا كان الخدمه ديال البريسيون كنحاول ما كان نضربوا الماكسيموم، وراه كان كنبقاو ناقصوا في التقال حتى كنوصلوا المينيموم ديالنا كما كتلاحظوا في الفيديو. تابعوا معنا. اخر خدمه كانت في هذا النهار هذا هي الخدمه ديال ماكوارنات كما كتلاحظوا كنحاول نجبد الصدر مزيان ونبريسي عليه باش كيتماسا، وضربنا فيها 4 ديال لي سيري كما قلنا 15 12 10 8، وكان هذا اخر خدمه. خدمنا هذه الخدمات قلالين ولكن فيهم بزاف ديال لي سيري باش كتكون هذه هي الخدمه ديال لا ماس بريسيون، وكنتمنى يعجبكم الفيديو وعملوا لنا جيم وسبسكرايب. ميرسي. Game over.